زي ما انتم عارفين شخصية الهيثم واخيرا اعلنوا عنها. الهيثم راح يجي في التحديث الجاي، يعني تقريبا ما يقارب العشر ايام او بالاصح سبع ايام ست ايام اقل. وهذا التحديث طبعا صارت اشياء كثير، لكن مختصرها كذا بختصر لكم اياها سريع. ايفنتات حلوه، ايفنتات ممتعه، في طور كذا جديد، نظام تضرب خنفسانات مدري ايش، المهم ما علينا اطوار ما اطوار، لكن المهم انه عندنا شخصية الهيثم راح ترجع معاها شاو، بالاضافه انه راح يكون ايلان وهوتاو في الفاز الثاني. لكن مقطعنا اليوم عن شخصية الهيثم، توقعات كذا يعني تجارب، نشوف الوضع هل هو حيكون كويس ولا لا. خليكم معنا. فجأة 12 لبيع العملات داخل الألعاب، طبعا اللي يهمنا لعبة جنشن، زي ما انتم ملاحظين الأسعار جدا جبارة، واللي خلينا أثق في هذا الموقع أنه أول شيء مسجل في وزارة التجارة اللي هي في معروف، زائد أنه عنده رقم ضريبي، معناته وضعكم تمام 100%، بالإضافة أني 3 شهور وأنا أشحن من عندهم جميع شحناتي في اللعبة كلها عن طريقهم زي ما انتم شايفين، زائد أنه مشحن عن طريق الآي دي. بالأخير حاب أقول لك شفت الخصم هذا كامل؟ يجيك خصم زيادة إذا استعملت كود سموكي، رابط الموقع راح تحصلوه في الديسكربشن. طيب ممكن تفكر وتقول هذا كيف حيجرب الهيثم، كيف حيتوقع، ايش السالفة؟ عندنا شخصية دي بي اس اللي هو من الستاندر ضنغري، فهذا الشخصية راح تفيدنا في التجارب هذه، راح نتنبأ كذا يعني انه اوكي الهيثم دندرو، الهيثم دي بي اس، ما ندري ايش يعتمد على ايش، يعتمد على اتاك، اليمنتال، ما ندري، ولكن نقدر نقيس بهذا الموضوع. ففي مقطع اليوم راح نجرب تجارب كذا بسيطة، راح نشوف دمج الدندرو مع الالكترو، لان هو اتوقع انه حيكون لعبه زي كذا. يعني عندنا مثلا شخصية نيلو اعتمدت على موضوع الاتش بي وعلى موضوع تفاعل الدندرو اللي هو البلوم، فاتوقع والله أعلم إنه الهيثم راح يكون على موضوع تفاعل اللي هو بين الدندرو بين الإلكترو، فأتوقع والله أعلم إنه حيكون وضعه زي كذا. طبعًا للأمانة أنا أشوف بعض التسريبات ما أسوي لكم مجنون، ولكن تسريبات بخصوص هذا الشيء إلى الآن ما حد يعني عارف بالضبط إنه أوكي هو يعني ينبني إيش، ومثلًا ينلعب في أي مكان بالضبط. فعمومًا خلينا نلقي نظرة كذا سريعة يعني، عندكم موضوع السلاح، السلاح حقه طبعًا الكريتيريات كريت دامج مو مرة مو أحسن شيء، ولكن نبغى نجرب شيء طبيعي تقريبًا. الست اللي هو الجلدد، أتوقع والله أعلم إنه الهيثم راح يكون من الست هذا، لكن حتكون معانا شخصيه من الست هذا فحاخذ البف اللي هنا. عموما السيات سي 1 حرفيا ما يفيدنا لانه كريتريت زياده، فتقريبا سي 0. التالنت 969، فراح يكون الموضوع مشوق يعني. طبعا حطوا في بالكم ان انا عندي ناهده سي 2، فممكن تشوف الدمج كذا شويه زياده عن اللزوم، احتمال ان انا اسوي تجارب بين الترافلر وبين اللي هي ناهده. فاول حاجه طبعا واول تجربه طبيعي عند مين؟ عند مسانوري. طبعا التيم هذا للامانه احس انه تيم حلو. بتقولي ليش؟ اول شيء كومبال بطارية، عندكم شينوبو راح تكون هيلر في نفس الوقت الكترو، وبرضه في نفس الوقت انك انت تحافظ انه تفاعل يعني في التيم هذا تفاعل بس معين هو اللي يصير اللي هو دندرو الكترو فقط لا غير، ما في مثلا فجاه تلاقي مويه كذا تخش ولا بايرو ولا تصير لخبطه. ف يب راح نحط لمسه الكترو زي ما انتم ملاحظين، دمج حلو. طبعا ما حطيت نهده الى الان، بس مجرد الكترو ودمج عليه. نشوف هل اقدر اشيله بكومبو. اتوقع انه يعني وضحت لكم شويه الصور، وضحت لكم التجربه اللي انا قاعد اسويها الحين، واللي يعني اتمنى راح يكون شيء جامد. الحين ابى ادخل التيم كامل في الموضوع. سي 2 نهده يا اخوان، سي 2 33 39000. يبدو انه سي 2 نهده تسبب مشاكل، 30% هذه صراحه قويه، والله قويه. اوكي تجربه مره ثانيه، حلو راح نبدل ونحط اللي هو ترافلر. طيب حطينا ترافلر ورفعنا تقريبا اعلى شيء هو موضوع الالمنتال يعني، لكن هنا تصدق كوب دندرو ليش؟ كذا كويس، حطينا كوب اللي هو الالمنتال ماستري، ما ادري ايش حيفيد صراحه، لكن نكون عادلين شويه يعني. نجرب الحين بترافلر، تقريبا فري تو بلاي الان الا يعني سلاح، وخلونا نشوف، لانه صراحه نهده يعني غشاشه شويه يعني. جرب 27000 31000 اوكي راح الدمج، دمج جدا مرضي، دمج حلو للامانه، ارقام كبيره. طيب الموضوع الحين بياخذنا لموضوع الابيس، هنا تجربه الصح، بنشوف هل الدمج يمسح سريع سريع ولا لا. وحطوا في بالكم انه بلد طنغري حاليا مش ولا بد 170 كريت دمج، وضع الهيثم راح يكون بلده مختلف، راح يكون طبعا اكثر يعني، ففي مجال انه يكون احسن. وحطوا في بالكم برضه معلومه مهمه او يعني شيء المفروض انكم تركزوا عليه يعني، انه شخصيه اللي هي طنغري هذا شخصيه ستاندر، شخصيه ستاندر معناته هم مقللينها اساسا، مقللينها من ناحيه الدمج، فالمفترض انه الهيثم راح يكون اقوى بكثير من ناحيه ارقام. فانا حاليا ما قاعد اطبل، ولكن انا بس اقول لكم يعني. طيب نشوف
لو انا ما ودي استعمل بال، والله بال لو استعملت حتخرب ام الدنيا. لا لا ما بستعمله. يعني زي ما انتم ملاحظين الدمج دمج حلو. طبعا حطوا في بالكم فري تو بلاي حاليا مره فري تو بلاي. الحين خلينا نجرب فول كومبو. دمج حلال، دمج حلال صراحة. استعمالا لزي كذا، بسم الله سانو وش في حبيبي دعوة، استعمالا زي كذا تقريبا يكون شيء بطل. طيب الحين حطينا التيم اللي هو مو فري تو بلاي يعني، سيتونا هدا، شوف يعني أداؤه في حسابي كيف حيكون. شاب والله فرق، والله مرة فرق. يهو يا ساتر، هذا حيكون اقوى تيم عندي ولا ايش؟ ايش في؟ حطوا في بالكم شخصية ستاندر، تي ستاندر حرفيا. بس طبعا يعني سيتونا هذا يا اخوان، مشكلة حيموت قبل ما ابدا المشروع يعني. 47,000 يا ساتر، 48,000، شيء رهيب والله، شيء رهيب. طيب بتكون اخر تجربة كذا معانا في المقطع هذا يعني، رغم انه تجربة لا تاخذ بيها، لكن ودي شيء يعني كذا ودي اجربه انا. التيم هذا تقريبا ناشونال تيم، تقريبا. نهد انا عارف انه هي سي 2، عارف انه هي مشكلة، دمجها حيكون خرافي، لكن بتجرب. تخيلوا كذا الموضوع، تخيلوا هذا هيثم، في هيثم هنا واقف. يبدو انه حيكون في يعني ناشونال تيم ثاني، يبدو. والله تيم رهيب، تيم حلو والله. والله اي لايك ات صراحة، اي لايك ات. فهذا المقطع صراحة كان كذا سريع يعني، مقطع مرة مطويل. حبيت بس كذا اني يعني اعطيكم رأيي موضوع التحديث. الحديث اللي ما انا حاسس متحمس له يعني، كذا انا متحمس له داخليا. وبرضه شيء ثاني انه موضوع ايلان يا اخوان، سي 6 ان شاء الله راح اجيبه باذن الله، راح يكون في لها بث، والبث هذا ان شاء الله راح يكون قوي. تويتش حقي راح تلاقوه تحت في الديسكربشن، عندكم تروحوا هناك تسووا فولو يعني من بدري، نسبق للموضوع. فعموما هذه كانت تجربة بس كذا وتوقعات لشخصية الهيثم، متحمس لها صراحة، باذن الله راح اجيبه اول ما ينزل يعني، وراح اسوي له تجارب، راح اعطيكم رأي كامل عنه. يعطيكم العافية على المشاهدة. اتمنى تعطوني رايكم في موضوع الهيثم، هل انتم متحمسين زيي ولا لا؟ هل توقعوا شخصيه حلوه ولا لا؟ وبس والله، اشوفكم ان شاء الله في مقطع ثاني، ومع السلامه.